مرت فتاة شديدة الجمال برجل فقير بل معدم، فأعجب بها إعجابا شديدا وكاد أن ينفطر قلبه شغفا بحبها، فتقرب منها ودار بينهما الحوار الآتي. قال الرجل: وزيناها للناظرين. فقالت المرأة: وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال الرجل: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقالت المرأة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الرجل: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فقالت المرأة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فقالت المرأة، فقال الرجل: وإن كان ذو عسرة، يعني فقيرة. فقالت المرأة: حتى يغنيهم الله من فضله. قال الرجل: والذين لا يجدون ما ينفقون. فقالت المرأة: أولئك عنها مبعدون. عند ذلك غضب الرجل غضبا شديدا واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، وقال: ألا لعنة الله على نساء الأرض أجمعين. فقالت المرأة للذكر مثل حظ شكرا.